بار ألفيس الدور الإسباني اليوم شفنا كيفاش ألفيس كيفاش فاز في المباراة خاصة في الشوط وين شفنا الشوط الأول. الشوط الأول اللي شفنا كيفاش شفنا هدفين شفنا الشوط الأول وين كانت المباراة 0-0. شفنا الشوط الثاني شفنا في 5 دقائق الأخيرة وين شفنا هدفين خاصة وين خوسليو اللي سجل في الدقيقة 85. شفنا يعني ويعود اللاعب الوحيد الذي سجل في الدقيقة 85 في الدقيقة 91. يعني المباراة اللي كانت نقولوا بلي ألفيس اللي عرف كيفاش رغم ان شنا ايبار كيفاش قدم مباراه من اجل نقولوا بلي من اجل الفوز لكن بدون جدوى امام فريق عرف كيفاش نقولوا بلي ايبار اللي لعب كل الكل في الكل وين شنا كيفاش من اجل وين شنا فابيان شنا كيكي شنا سيرجيو من اجل الفوز لكن شنا خوسي شنا انجيل شنا يعني كانت المباراه اللي كانت شنا كيفاش ايبار كان مسيطر فيها في الشوط الاول. الشوط الثاني بلمسات كما نقولوا حنايا بجزيئات صغيره شفنا كيفاش دي ألفيس كيفاش فاز بالمقابله وكثير وين الحارس تاع ألفيس بوتشيكو وين دار دور كبير شفنا كيفاش مبارك شفنا اولياف شفنا يعني اليكس فيدل لوكاس يعني كانت مارتين يعني كانت المباراه اللي كانت في الدور الاسباني المباراه كانت قويه وشفنا كيفاش كانت منحصره في وسط الميدان لكن ألفيس عرف كيفاش ديبورتيفو ألفيس عرف كيفاش جزيئات صغيره خاصه وين المدرب تاع ألفيس اللي عرف كيفاش بالتغييرات اللي دارهم عرف كيفاش يفوز في الاخير بالمباراه وكان ذلك في خمس دقائق الاخيره شلنا 2 اهداف نقولوا في 6 دقائق في 85 وشلنا في 91 هذه المباراه ايبار 0 ديبورتيفو ألفيس هدفين في الدور الاسباني صحيح.